بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين. أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج القرآني الرمضاني مزامير موصلية. تكلمنا في الحلقة السابقة على نغم البيات وفروع نغم البيات، أخذنا نغم الديوان ونغم اللامي والدشت واللاوك. إن شاء الله اليوم نأخذ الجبوري فرع من البيات ومقام إبراهيمي ونوظفه في تلاوة القرآن الكريم. قبل ما ندخل إلى هذا النغم، نتحدث أو نسلط الضوء على قاري من قراء مدينة الموصل، قاري له بصمة واضحة في مجال الإجازات القرآنية وفي مجال التلاوات القرآنية، وهو الشيخ خليل الشكرتشي رحمه الله. ولد الشيخ خليل الشكرتشي في مدينة الموصل في منطقة النبي جرجيس سنة 1944. طلب العلم منذ صغره، درس الحفص على يد الشيخ محمد صالح الجوادي، ولم يكمل الإجازة ثم أكملها عند الشيخ يونس الطائي رحمه الله، وأكمل قراءات السبعة عن طريق الشاطبية على يد الشيخ يونس إبراهيم الطائي. قاري يقرأ بالطريقة المصرية وبالطريقة الموصلية. قاري محفل، يعني أنا أتذكر إحنا بداية شبابنا أنه نطلع نسمع تلاواته الطيبة في جامع الصفار، ثم بعدها بسنوات قرأ في جامع بهاء الدين في حي النجار رحمه الله. قاري له بصمة، له طلاب كثيرون في مدينة الموصل. نسأل رب العالمين أن تكون هذه في ميزان حسناته، وأن يكون القرآن الكريم شفيعا له يوم القيامة. نرجع إلى موضوعنا المهم، وهو تلاوات الموصلية في قراءة القرآن الكريم. تكلمنا عن البيات وأنواع البيات، اليوم إن شاء الله نأخذ البيات وكيفية التنقل بين فروع البيات اللي أخذناها، المقامات الأربعة، الديوان واللامي والدشت واللاو، ونشوف كيفية التحول بين هذه المقامات الطيبة الأنغام الطيبة في نفس الآيات. إن شاء الله نأخذ نفس آيات على نغم البيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة، أصحاب الجنة
التي هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرينا البيات والديوان واللاك واللامي والدشت، يعني بين 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 هاي المقامات الخمسة. مقام البيات، يعني نحن تكلمنا على كل مقام كيفية أداؤه في، يعني كيفية أداؤه في أداء الأذان، يعني تكلمنا عن السيقة وأذننا بالسيقة والحجاز واللاي. البيات ناخذ اني نأذن بنغم البيات، ناخذ إن شاء الله سنأذن بنغم البيات بصورة مبسطة إن شاء الله، حتى يعجبه يأذن بهذا النغم الجميل، يأذن بهذا النغم الجميل، ما قضي عليه. ماذا نأذن بنغم البيات؟ الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
هذا نغم البيات في أداء الأذان للتعلم، يعني ضمن المزامير الموصلية نحن نختص بتلاوة القرآن الكريم. الأذان شعيرة من شعائر رب العالمين، يجب الاهتمام بها، خاصة عنده صوت يملك صوت. الجوامع تنطي مجال للشباب اللي عنده صوت تأذن، الأصوات الجميلة لها بصمة خاصة بالجوامع، الناس تسمع الأذان بصورة جميلة. عليه نحن كل نغم إن شاء الله، خاصة الأنغام الأساسية، ننطي الأذان هذا البيات، يجب يتعلم نغم البيات والسيقا والحجاز، وإن شاء الله المقامات القادمة كل نغم أساسي نأذن به الأذان إن شاء الله. هذا البيات نغم جميل، نتعلمه، نتعلم فروعه إن شاء الله. راح نتكلم فروع ثانية من البيات، وهو مقام الجبوري ومقام الإبراهيمي. أكو يعني هو البيات نفسه بس على شكل يعني يسموه يعني على شكل عتابة، يعني بس هو بيات يعني يعني نقرأ البيات مثل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على رأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا نغم البيات، بس البيات يعني بيات عتابة، بس هو بيات، هذا بيات نجيب منه مثل جماعة أخواننا أهل القرى مع قرى على يعني على شكل عتابة. يعني نحن يوم اللي يعملوه بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يصيحون به عتابة: يا با يا با يا با يا با، من هذا الطور، من هذا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخواني المشاهدين، هذا نغم البيات والعتابة. إن شاء الله فاصل
ونواصل بعد الفاصل فروع البيات. فاصل ونواصل إن شاء الله. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج مزامير موصلية الذي يهتم بالتلاوات القرآنية على الطريقة الموصلية. كما تكلمنا هذه أنغام ثمينة نتعلمها، اللي يملك صوت جميل يؤديها بطريقته الخاصة. ما أنا طريقتي هاي خاصة، نتعلم البيات نؤدي، كل شخص أو كل مهتم أو كل شخص يملك صوت جميل يؤديها بطريقته الخاصة. أخذنا البياد إن شاء الله نجي نتكلم على نغم الجبوري. نغم الجبوري فرع من البياد. نأخذ إن شاء الله صورة بسيطة، نبدأ بالبياد نفس الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا نغم الجبوري، نغم جميل. أصحاب المناقب النبوية في الموصل يعني يعرفون هذا النغم، ماكو مدايح يعني يعملون قصائد منه ويجيبون مدايح عليها، يعني من ضمن القصائد مثلا أي قصيدة نحن نعلم. يا ربي حيني حلو العزم مني بلا واني موحد لك من يوم قالوا بلا محبوب قلب بدعاني يتيم المال وجاني، محبوب قلب بدعاني يتيم المال وجاني، ومثلثة ورماني ودعاني على حيل أقوم محموم قلب من هاي قصيدة من المقام الجبوري، لأن نوظفه في تلاوة القرآن. يا ربي يعني لا ياسن نجيب نفس النغمة فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجبوري في تلاوة القرآن نتعلمه ونوظفه في تلاوة القرآن الكريم. دائما مقام عراقي كبير هو مقام إبراهيمي، دائما ويا الجبوري ويا البيات ويا الجبوري يستخدمون المقام، يعني أهل المقام أهل تلاوة القرآن يستخدمون مقام إبراهيمي ويا الجبوري. يعني نحن نقرأ سيد الجبوري مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني إبراهيمي مرتبط بالجبوري والبيات. إن شاء الله بعد الفاصل نرجع نأدي البيات والجبوري والإبراهيمي سوية، نلتقيكم بعد الفاصل إن شاء الله. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج مزامير موصلية. تكلمنا عن البيات والجبوري وإبراهيمي. يعني الجبوري قريب إلى نغم إبراهيمي. يعني إن شاء الله يعني نفس القصيدة، يعني القصيدة في مقام الجبوري نعمل على شكل جبوري إبراهيمي ونرجع بها إلى تلاوة القرآن الكريم. يا رب حنين حلو العزم مني بلا، واني موحد لك من يوم قالوا بلا. هذا الجبوري أسن يجي إبراهيمي. يا رب حنين من يوم قالوا بلى. إبراهيمي جبوري. نرجع على إبراهيمي. الجاب ذكرك لساني قال قلبي بلى، لا شبيه لا مثيل سواك، وإن مسني الضر مالي يا إلهي سواك. هذا إبراهيمي. نجي على القرآن، تلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إبراهيمي أنزل عجوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إبراهيمي. هسه أرجع على الجبوري.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا صار جبور إبراهيمي، مقام جميل من البيات، هو يعني يسمى بيات بس يعني هو مقام عراقي كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مقام الإبراهيمي ويا الجبوري، ياخذ بيات، هو بيات بس يسمى فرع من البيات مقام ابراهيمي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا مقام الإبراهيمي قريب إلى الجبوري من البيات، هو مقام بيات يعني يوم يسمعه يعني أي واحد يسمعه يقول هذا مقام بيات، بس هو مقام إبراهيمي. يعني ناخذ دائما جبوري ويا إبراهيمي. يا ربنا إنا سمعنا يعني مقام جبوري ويا مقام إبراهيمي، مقام جميل. لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. هذا جبوري يجي إبراهيم. ملك عظيم الشأن فرد واحد، وتر كريم الصفح جل ثناه. هذا إبراهيمي ويا مقام الجبوري مرتبطين، هو اثنيناتهم من البيات يسمون بيات، فروعه جبوري وإبراهيمي. في ختام حلقتنا إن شاء الله نسلط الضوء على صفة من صفات أهل القرآن، وهي على الأسلوب الجميل، الأسلوب الجيد في التعامل مع الآخرين، هو مطلوب من كل مسلم. ونذكر في كل حلقة، أنا أوصي نفسي قبل ما أوصي السادة المشاهدين وأهل القرآن، أنا ما في يعني منبر واعظ، أنا عندي برنامج قرآني، برنامج خاص بالأنغام الموصلية في تلاوة القرآنية، فقط أذكر نفسي وأذكر المشاهدين وأذكر أهل القرآن الأسلوب الجميل في التعامل. تقديم النصيحة، لأن دائما يعني أهل القرآن نشوف يعني ما شاء الله، يعني الأئمة مالنا كلهم ما شاء الله على العين والرأس، بس بعض الأئمة يعني نحن يعني النصيحة نوبات تصير فضيحة، يعني نوبات أني إمام أو أي إمام بالجامع من أهل القرآن، مثلا مؤذن يعني غلط غلطة، أي شيء يعني اللي هو دخل بالدين، جاب صلوات بعد الأذان، ما جاب صلوات، استغفر بعد الصلاة، ما استغفر، أجي بيني وبينه، تعال يا أبو أنت ليش يعني أجي يم المصلين، أطلع يم المصلين، تعال أنت صاير شيخ براسي، أنت ما عارف إيش، هذا ما أسلوب، ما أسلوب أهل القرآن. أهل القرآن يأخذوا إذا عنده وجه، كلها واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاب صلوات بعد الأذان، إذا ما جاب صلوات بعد الأذان، إذا استغفر بعد الصلاة، إذا ما استغفر، يا أخي كلها أمور، والله أمور كلها شوف يعني إحنا عفنا لب الموضوع جينا على القشر.
على كل حتى لو عندك ملاحظة أنت من أهل القرآن، أنت شيخ، أنت من أهل القرآن، أنت نظرة الناس إليك، أجيبه بصفحة أي واحد مقصر أجيب ويني بيني وبين نفسي هو فقط، يا بتعال عندك هكذا 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 ودي اللي على الطريق الصح وانتهى. هذا الأسلوب الجميل، أسلوب أهل القرآن، أسلوب الناس أنه يأخذ حتى يوم التحشي وياه ما يزعل، أسلوب جميل، أسلوب بحيث ما أخليه أي يعني أي زعل منه. نتذكر حادثة من سيدنا الحسن والحسين، سيدنا الحسن والحسين يوم رأوا رجل ما يعرف يتوضأ، الوضوء ماله خطأ، يعني استحوا، شوف الأسلوب الحلو، استحوا يجون يقولوا له يا عمّا أنت خطأ تتوضأ، جوا عليه بأسلوب قالوا له يا عمّا نحن حتوضأ أنا وأخويا، سيدنا الحسين قال له الحسن أنا وأخويا حنتوضأ، شوف منه الوضوء ماله أفضل من الآخ، اتوضأ اثنيناتهم توضأ يم هذا الرجل، تعلم الرجل قال والله اثنيناتكم صح وأنا الخطأ، علموه بصورة شوف يعني آية عثرة المصطفى آل بيته، نتعلم منهم، نتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف عشون أسلوب جميل. ونتمنى من أهل القرآن يعني هذا الأسلوب الجميل والجيد بالتعامل مع الآخرين، هو رسالة للعالم كله أنه نحن أهل القرآن، لدينا أسلوب حضاري، أسلوب إسلامي، أسلوب ديني، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. ختاما نشكركم على حسن المتابعة ونقول اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا وآثامنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.